السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة. أنا هاني على قناتكم حدث اليوم، أخبار مهمة جدا وحصرية هتسمعوها هنا، مش هتسمعوها في أي قناة تانية. بنكون على موعد مع الاستخبارات السعودية وصيد الإنقلابيين. دايما أخبار مفرحة من الصقور السعوديين تثلج الصدور، ولكن خبر اليوم أو أخبار اليوم هي مفرحة جدا ومن مصادر مؤكدة، تتحدث عن أن الاستخبارات السعودية ترصد والصقور تصيد. طيران التحالف بقيادة الصقور السعوديين الصادقة يستهدفون اجتماع كبير جدا للحوثيين في جنوب مأرب، ومقتل القيادي الكبير الحوثي أبو حرب ومقتل قيادات أخرى، وتم تدمير عشرات الآليات العسكرية والأطقم المدرعة. وهنا نقدر نقول تسلم الأيادي لصقور الجو السعوديين. هنا عملية نوعية كبيرة جدا كانت أثناء بيان التحالف لتركي المالكي. هنا بيان التحالف كان العالم كله كان مشغول بالبيان، ولكن هنا كانت عملية تنويم مغناطيسي، وإن هو أثناء هذا البيان سيكون في مأمن، ولكن تم الاستهداف أثناء البيان في جنوب مأرب لهذه القيادة وهذه الآليات العسكرية الكبيرة. دي كانت عملية نوعية كبيرة جدا كانت عصر أمس. أيضا فجر اليوم كان القيادات الحوثية كانت أنها أخذت الاحتياطات اللازمة، أن هذا الوقت المتأخر لا يوجد أي عيون يعني ترصدهم، ولكن الاستخبارات السعودية كان عندها علم بهذا الاجتماع المهم. الصقور السعوديين كانوا يرصدون هذا الاجتماع وانطلقوا لاستهداف هذا الاجتماع رفيع المستوى لقيادات الميليشيات الحوثية في مدينة رادع بمحافظة البيضاء. ده كان المكان، وأيضا كان وقت متأخر زي ما ذكرت، وإن هم أخذوا الاحتياطات الأمنية، ولكن العين الساهرة رصدتهم وكانت أول بأول لهذا الهدف الاجتماع الكبير. كانوا إن هم بيناقشوا في هذا الاجتماع، يعني عملية الاستهداف دي كان هدفها إن هم يعني قبل أن يقوموا بعملية تطوير لهجوم، أو إن هم بياخدوا احتياطاتهم لمدينة البيضاء اللي هم هيكونوا على موعد مع اقتحام كبير جدا لقوات العمالقة، فكانوا بيقوموا عملية الترتيب، لأن هم وجدوا إن محافظة عمران لم تستطع أن تمدهم بالمقاتلين، فإنهم في حالة جفاف تام من المقاتلين، فيريدوا ترتيب الخطوط. ولكن في هذا الاجتماع تم استهدافه فجر اليوم، والقضاء على كل من في هذه الاجتماع وكل القيادات الحوثية اللي كانت موجودة، القيادات الميدانية اللي كانت موجودة لمحافظة البيضاء وهذه المدينة رادع، تم استهدافهم في عملية نوعية كبيرة جدا تدل على أن الصقور ترصد كل مكان دقيقة بدقيقة. أيضا ما كشفت عنه الاستخبارات، نريد أن نتحدث أن في بيان تركي المالكي أمس أن بالأدلة ما هو إلا لتهيئة الرأي العام قبل العاصفة القادمة لمسح مدينة الحديدة. يعني احنا بنتكلم ان كان بيان التحالف امبارح كشفت الاستخبارات السعودية عن مخازن الصواريخ البالستية في ميناء حديدة وايضا ميناء الصليف، وكل هذا البيان كان يدل ان هو تمهيد للرأي العام العالمي لعملية مسح الحديدة. هيكون في عملية نوعية كبيرة جدا، هي كان الغرض منها التمهيد ليها في بيان التحالف لتركي المالكي أمس. مسؤول أمريكي يتحدث في كلام خطير جدا ومهم، أن إيران لم تتوقف عن إرسال أسلحة لليمن، وإيران طورت طرق جديدة متعددة لإرسال الأسلحة لليمن، والأسلحة دي عبارة عن قاذفات صواريخ، مدافع رشاشة، مكونات لمسيرات وبنادق قنص، وأن التهريب ده كان بيقوم عن طريق القوارب الخشبية الصغيرة ووسائل نقل بري، والأسلحة كلها مصنوعة في روسيا والصين وأيضا في إيران، ويتم شحن الأسلحة من ميناء جاسك اللي هو الإيراني في اللي بيطل على بحر عمان. هنا ده تقرير سري للأمم المتحدة بيتحدث فيه مسؤول أمريكي عن اللي أنا ذكرته كله. وهنا بيتكلم أيضا نفس المسؤول الأمريكي أن هذا الميناء الإيراني جاسك يستخدم كنقطة انطلاق للحرس الثوري الإيراني، وهذا هو أول تقرير من الأمم المتحدة يتحدث عن سرية أو طرق نقل الأسلحة وتطوير طرق النقل لي أيضا أنها تصل إلى اليمن. يعني إيران شايفة أنه اليمن بالنسبة لها هي نقطة انطلاق للخليج العربي، وأن هي مش هتسيب اليمن، وأن هي هتمد الأسلحة بطرق مختلفة، وأن تم رصد هذا في تقرير سري للأمم المتحدة.
هنا بنتحدث عن ان هذه الصحيفة الامريكية تثير الرأي في نفس اليوم اللي تحدث فيه بيان التحالف. ده دليل ان بيان التحالف كان قوي جدا، وان هو مسمع على ارجاء الكرة الارضية، وان هناك في الان ترتيب لعملية اجتياح الحديدة وايضا لعملية الصليف، وان هو هيتم عملية مسح لهذا الميناء. فالامم المتحدة اطلقت هذا التقرير السري، وان هناك ايضا كان في بيان التحالف امس ان في صور كانت موجودة في بيان التحالف انه بيتم استخدام الاطفال اليمنيين في عملية الغسيل المخ، ان هم الحوثيين بيعلموهم وبيدخلوهم ان هم في مدارس للتعليم اللي هي العقائد اللي هي الحوثية، وايضا ان هم بيخشوا في عملية القتال، فبالتالي ان هم ما عندهمش خبرة واطفال صغيرين فبيموتوا. يعني حالتهم كانت، يعني الملابس بتاعتهم كانت رثة جدا، وان احوالهم صعبة جدا، وان هم كان في صور يعني بترصد ان الامم المتحدة ان هي كانت موجودة في عملية الرعاية لطباعة الكتب حتى الحوثية للعقائد الحوثية. فده دليل ان الامم المتحدة هي ضالعة في هذا الامر، وده امر خطير جدا. المملكة العربية السعودية ارادت ان تلقي الضوء على هذه النقطة، ان يد الامم المتحدة ملوثة بدماء اليمن، وانها مشاركة مع الحوثيين في انتشار الفكر الحوثي الارهابي، وايضا ان هي بتقوم بتربية مساعدة تربية النشء في الفكر الحوثي. فان هم معنى الكلام دوت ان هم مش عايزين ان هم الموضوع مش سلاح وممكن يخلص، ان هم بيساعدوا بنقل السلاح. للامم المتحدة عايزة ان تفضل اليمن باقية لامد السنين في هذا الفكر الحوثي، وان الحوثيين يفضلوا موجودين سنين طويلة جدا، وان هم مش بيقوموا بعملية تهديد اليمن، ان هي اليمن بالنسبة لهم نقطة انطلاق الى يعني الى اماكن بعيدة جدا قد تطول الجزيرة العربية. ولكن ان شاء الله رب العالمين الصقور السعوديين والقيادة السعودية هي عازمة على نهاية ومسح الوجود الايراني والحوثيين من اليمن حتى تأمن دم عز المملكة العربية السعودية. قبل أن ننتهي من هذه الحلقة واستودعكم الله، انتظروني بإذن الله بعد عصر اليوم في حلقة هامة جدا عن مصادر مؤكدة وتسريبات لإعادة ترتيب البيت الحوثي الإرهابي، والصراع ونقاش حاد جدا وتشابك ما بين أبو علي الحاكم ومحمد علي الحوثي الذي تولى منصب كبير جدا بدعم من إيران، وهناك اختراق كبير جدا والخلافات الشديدة. ولكن هذه الحلقة مميزة ومهمة جدا لتسريبات مهمة فيها، وأيضا تسريبات لأشياء أخرى. انتظروني بإذن الله. دم عز المملكة العربية السعودية، حفظ الله مملكة وصقورها وقيادتها الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.